الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل بمثل هذا هذا القرآن القرآن. لا يأتون بمثله. طيب، بمثل هذا القرآن من أي ناحية؟ هل من ناحية البلاغة، من ناحية أعداد الكلمات والحروف، من ناحية الحقائق العلمية التي فيه؟ يشمل كل شيء. ما الذي يجعلني أقول لك وأنا متأكد أنه يشمل كل شيء؟ الله تعالى يقول في آية ثانية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء، وكل شيء هنا تشمل العلم، العلم والحقائق العلمية وعلم النفس وعلم الطب والحشرات والجبال والبحار وكل شيء. لذلك هذا الإعجاز يثبت الإيمان. يعني أنا عندما الله تبارك وتعالى يحدثني عن كائن حي، الطيور، البعوض، النمل، طب إذا لم أدرس هذه الحقائق العلمية كيف سأفهم الآية الكريمة؟ فعندما أفهم هذه الآية أدرك أن الإعجاز جاء بصياغة الآية، أن القرآن استخدم أقل عدد من الكلمات ليعطيني أكبر كمية من المعلومات والجديدة التي لم تكن معلومة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الإعجاز العلمي. لماذا؟ لأنك اليوم أنت تعجز أن تتنبأ بعد 1000 سنة إلى أين سيصل العلم، ولكن القرآن تنبأ وأخبرنا بأشياء نكتشفها نحن اليوم موجودة في القرآن قبل أن لم يكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ولم يكن أحد طبعا لم يكن أحد يعلم بها. خلينا نأخذ من كلامتك، أنت قلت البعوضة، تمام، ذكرت البعوضة، والبعوضة معنا هنا. أنا لدي مقطع فيديو أنت محتشد أحب أن نرى دقة. الله سبحانه وتعالى اتكلم عن البعوضة أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي فهم طبعا من لدن حكيم خبير، عصر الصحابة فهم البعوضة التي تكلمني عنها الآن في القرن 21؟ هم آمنوا بآيات الله، أيوة، وأيقنوا أن البعوض لابد أن يكون من صنع الله، والله تعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. لابد أن يكون فيها أسرار، تمام، ولكن هذه الأسرار تحتاج إلى متجر إلكتروني، أيوة، إلى علماء، إلى باحثين، إلى تقدم علمي لم يتمتع به العالم هذا التقدم إلا اليوم. جميل. فكشف لنا أسرار هذه البعوض التي لا يمكن للعين أن تراها، ولكن الله الذي أنزل القرآن يعلم ما خلق سبحانه، وأعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. لما حطيت البعوضة تحت المجهر ظهر لكم إيه بقى؟ طيب، هذه بعوضة. أنا دعني أتحدث فقط للأحبة المشاهدين يشاهدوا هذا البعوض الذي نظنه كائنات بهيمية لا تعقل. انظر هنا، تضع السكاكين، هذا الخرطوم، هذا هو، إذا كنت تلاحظ معي هذا هو الخرطوم، تمام، تغرسه في الجلد، جلد الإنسان، جلد الإنسان. هذه السكين عندما تنغرز الإنسان يشعر بها بشكل طبيعي بلسع كده، وبالتالي سيزيل هذا الذباب أو هذه البعوضة طبعا، وبالتالي البعوضة ستموت. ما هو الحل؟ الله هيأ لها مشرط جراحي، يقول عنها العلماء إنها جراح ماهر، إنها جراح ماهر جدا. كم مشرط يا دكتور؟ ست سكاكين. الله أكبر، انظر كيف تفعل. الآن سنرى بالمجهر الإلكتروني في داخل هذه السكاكين ماذا يوجد. هي كده على جلد، مش كده؟ على جلد، جلد إنسان هذا، تمام. وهي أنا أحاول أن أوقف الفيديو ثم أشغل لكي يعني أكون معك تماما. نعم. طبعا الأنثى هي التي تلدغ على فكرة، ليس الذكر. طب الحمد لله ان الذكور البعوض كويسين، دايما المشاكل تاتي من الانثى. وتمص الدم لصنع البيض، الهدف ان تصنع البيوض وتتكاثر بشكل كبير. هي مش بتتكاثر مع الذكر كما يتكاثر الانسان؟ نعم تكاثر عادي، ولكن هذه البيوض تتشكل في بطن الانثى ثم تلقيها في بيئه معينه، الماء مثلا، وتتكاثر. انما الاعجاز اين؟ في الآلية التي تستخدمها البعوضة لمص الدم. هو خلينا أسأل حضرتك بداية، نعم، حضر، نعم، هو نعم. لماذا تقف البعوضة على جلد الإنسان وتمص دمه؟ لماذا؟ هي تتغذى على دم الكائنات الحية بشكل عام كلها، ولديها قدرة على تذوق الدم وتحليله ثم تختار هل يناسبها أم لا يناسبها. معقول؟ لذلك تجد في غرفة إذا كان هناك عائلة من 7-8 أشخاص البعوضة تلدغ 2 أو 3 وتجد شخص لا يتأثر،
دمه غير مفضل بالنسبة للبعوض. هو الذي يتأثر هو الدم مفضل؟ مفضل. وهي تعرف إزاي؟ هناك نسب كيميائية، نسبة الحديد، نسبة الهيموجلوبين في الدم، نسبة كذا، تحللها وتأخذ الأفضل ما يناسب تكاثرها وبيوضها. يعني عندها مجسات وآلات شفط وتحليل. بالضبط بالضبط. يعني انظر هنا، هنا هذه هي البعوضة، طبعا هذه الأنثى، وهذا الذكر، الذكر على اليمين، الأنثى على الشمال. الأنثى طبعا أكثر تعقيدا، انظر انظر إلى هذه الدقة. هذا طبعا تكبير للمنشار. هذه السكين من السكاكين الستة، انظر هنا ما الذي يحدث، تغرز. وهناك أيضا مادة مخدرة، اثنان مهمتهما تخدير الموضع لكي لا تشعر. انظر هنا، هنا كيف ينغرز هذه السكين هنا، الله أكبر، في الوعاء الدموي وتبدأ بشفط الدم. الله، انظر كيف تشفط الدم. دخل. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله. انظر هنا، هذا هو الدم، كيف يتدفق هنا الدم. انظر، سأعيد فقط هذه لقطة مهمة، يعني أتمنى المشاهد الكريم أن يركز عليها. انظر كيف تحفر وتثقب الأوعية الدموية الدقيقة، ثم تبدأ بشفط الدم من هنا حتى تمتلئ. في داخلها يوجد جهاز لفصل الماء عن الدم. انظر انظر هنا، تفصل قطرات الماء لكي تخفف الحمولة. انظر الآن بدأت تفصل قطرات الماء الموجودة في الدم، قطرات الماء لتخفف الحمولة لتستطيع الطيران، لأن الدم فيه نسبة ماء عالية كما تعلم. عايزة دم صافي يعني. تأخذ الدم الصافي، المادة المغذية، و لكي تستطيع الطيران فتفصل الله. يعني هناك جهاز لفصل الدم. بعد ما تشفطه بتوديه فين بقى دكتور؟ عندها هو مخزن جوه بقى ولا مخزن في داخلها؟ فتبدأ بتصنيع البيوض، مصنع، سبحان الله، هذا موضوع آخر طويل يعني. عجيب عجيب. سبحان المبدع يعني. الله أكبر. طيب، يعني هناك إبرة في من ضمن هذه الأبر. يبقى كده عندها منشارين وإبرتين. أيوة. منشارين مهمتهم فتح الجلد. نعم. وإبرتين مهمتهم توسيع مكان الشفاطة. نعم. اللي هتدخل. نعم. أو المصة، مش كده؟ نعم. نعم. وبعد كده تدخل إيه بقى؟ كده أربعة، فاضل اثنين. واثنان مهمتهما التخدير لكي لا تشعر. أنت متى تشعر بالبعوضة؟ بعد أن لا طيبة البعوضة. بعد أن تغادر. بعوضة طيبة. بعد أن تغادر تشعر بها. يعني عندها بنج. وكان مثل البنج يعني. عملية جراحية كاملة، حتى علماء الغرب يقولون هي جراح ماهر. ولكن لا تحتاج إلى مخدر وغرفة عمليات، كل شيء في هذه السكاكين. وهي نفسها البعوضة دكتور من خلال متابعة حضرتك لها فيها بنج، فيها مادة مخدرة هي بتحملها. هي تصنع مواد مخدرة تحقن بها مكان اللدغة، فتجعلك لا تشعر بها إلا بعد أن تغادر، وتحقن أيضا بعض الطفيليات التي تحملها، لذلك تعتبر القاتل الأول في العالم. هناك طفيل خطير اسمه الملاريا. الملاريا هذا يقتل مئات الآلاف كل سنة، فهي القاتل رقم واحد على مستوى العالم. هذه البعوضة الأنثى التي تفعل هذا، الذكر مهمته التلقيح فقط. الأنثى هي التي تسبب الكوارث، هي القاتلة، هي القاتلة، وهي التي والإعجاز يتجلى في البعوضة. أنا عرفت كده الأنثى جايبة العنف منين. لذلك نحن إذا رجعنا إلى القرآن، ذكر البعوضة ماذا؟ الأنثى. لأنه يعلم أن التعقيد كله في الأنثى. والله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.